قضية الرأي العام اللي تحركوا فيها جميع المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، كذلك تحركوا فيها جميع الجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين رياضيين جميع المغاربة في جميع المجالات وجميع القطاعات. الحمد لله توحدت الكلمة وكان صوت واحد وكان قلب واحد، كلنا غزل وكلنا الأطفال المختطف والمختفون. دور الجمعيات هنا يعني خاص تكون تبعية وتحسيس. احنا من هذا المنبر تنقولوا الآباء أو الأمهات وليداتهم الله يجزيهم بخير يراقبوهم ويحضيوهم، لأننا احنا اليوم في واحد الزمن اللي هو شوية صعيب وظاهرة الاختطاف والاختفاء ديال الأطفال عدم كثرت أكثر وأكثر. هنا خاص لا الحمد لله كما كيشوفوا الجميع أن النشطاء الفيسبوكيين والصفحات الفيسبوكية كلها كان صوتها مسموع، برهنوا أننا أن يد وحدة، برهنوا على اننا في واحد المستوى اللي الحمد لله كبير وكبير. اي قضيه من القضايا الا وكان تفاعلوا معها الا ترفعوا صوتنا بصوت واحد خاص والحمد لله تحل المشكل ووصلت الرساله. يعني هاد الناس هادو اللي خباو عندهم طفله غزل ربما الضغط اللي لعبنا حنا كنا يعني شافوا هاد الشيء وتواصلوا مع الاسره ديال الغزل. احنا كجمعيه المجتمع المدني كنطالبوا من المسؤولين من الجهات المختصه والجهات المعنيه ان هاد الناس هادو اللي كيخطفوا هاد الوليدات اللي كيدوا هاد الوليدات بلا شرع بلا قانون بلا عداله انهم يتحاكموا باشد العقوبات باش تكون عبره، ما تكون هاد الظاهره ما تبقاش بحال شرب الماء باش نحدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الظاهره.